ايه مالك؟ في حاجة؟ احنا لازم نسيب مصر ونسافر. نسيب مصر ونسافر؟ فجأة كده؟ طب ليه؟ هفهمك كل حاجة بس لما نمشي من هنا خالص. تكلمي جد ولا بتهزري؟ بتكلم بجد. طب وباباكي ومامتك والمطعم اللي ساعدتيني فيه علشان اوقفه على رجلي من اول وجديد، ومقابلتي لباباكي عشان اطلبك منه رسم، كل ده راح فين؟ كل ده موجود وهنعمله بس لما نمشي من هنا. ماشي بس افهم. انا واقعه في مشكله كبيره جدا ومعرفش والله ايه اللي خلاني اعمل كده اصلا. يبقى تهدي كده وتفهميني مشكله ايه بالظبط ومع مين. ممكن حاجه تخص الشغل. طيب هو اي حد النهارده عنده مشكله في شغله يسيب البلد ويسافر؟ ايوه لو المشكله دي هتعرض حياته للخطر يبقى يسيب البلد ويسافر. في ايه يا دالي؟ ما تتكلمي على طول، انا مش ناقص قلق. ما فيش وقت يا عمرو اشرح لك حاجه. انا كل اللي مطلوبه منك انك تشيل الحاجه دي عندك وتحافظ عليها بحياتك. حياتي؟ انت عايزه تفهميني ان البتاعه دي تستاهل ان حياتك تبقى في خطر؟ ايوه الحاجه دي هي اللي هتنقل لي انا وانت في حته تانيه خالص. مش عايزه اتنقل في حته تانيه خالص. مش عايزه اتنقل في حته تكون محاوطه الخطر. روحي بصي على وشك في المرايه وانت تعرفي انت مرعوبه ازاي، وانا دلوقتي بقيت مرعوبه اكتر منك. يا عمرو مفيش حد يعرف علاقتنا ومحدش يعرف المكان ده، عشان كده ده امن مكان اشيل فيه الحاجه عندك. داليا يا عمرو عشان خاطري بطل اسئله وضغط عليا. هفهمك والله كل حاجه بس في الوقت المناسب. انا لازم اروح اعمل كم مشوار عقبال ما تكون انت جهزت نفسك عشان نمشي. عمرو انا بحبك ومستعده اعمل اي حاجه عشان اعيش انا وانت مبسوطين. انا مش هتاخر. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.